وما نقدرش ننسى عمال مصر اللي اشتغلوا وتعبوا في مهرجان العالمين علشان يخرج بصورة مشرفة مش للمصريين فقط ولكن لكل الجاليات العربية والأجنبية اللي كانت موجودة من رواد مهرجان العالمين. تفاصيل أكتر وقصص وحكايات عمال مصر من خلال التقرير اللي جاي. صباح الخير من العالمين الجديدة، صباح الخير على كل مشاهدي صباح الخير يا مصر. مهرجان العالمين في نسخته الثانية من العالمين الجديدة، الحقيقة انه المنظر تحول تماما. العالمين الجديدة تحولت من ان هي كانت العالمين اللي مليئة ب 20 مليون او 21 مليون لغم لمدينة ساحلية شاطئية، يعني بيجيها ناس من كل انحاء العالم وبيجيها المصريين وبيجيها غير المصريين. الحقيقة ان كل اللي بيجي بيتحاكى بجمال مدينة العالمين الجديدة، لكن المهرجان في نسخته الثانية الحقيقة عشان يطلع بالمنظر ده في ناس كتير اشتغلت وتعبت عشان تطلع الشكل ده، في ناس تعبت وتبهدلت، ناس ورا الكواليس محدش عارف عنهم حاجة. مين هم يا ترى؟ هم عمال مصر، صنايعية مصر، الناس اللي اشتغلوا عشان يظهر العالمين الجديدة ونسخته الثانية أو مهرجان العالمين الجديدة بالمنظر الجميل ده اللي الناس كلها بتتحاكى بيه. في الكهربائي وفي النجار وفي الصنايعي وفي البنا وفي اللي بنى وفي اللي عمل وفي اللي عمل حاجات كتير جدا جدا. يا ترى الصنايعية دول والعمال مصر شايفين المهرجان ازاي وشايفين العالمين الجديدة ازاي وحاسين بايه بان هم شافوا العالمين قبل وبعد واحساسهم وفخرهم بعملهم اللي طلع العالمين الجديدة بالمنظر والشكل ده؟ تعالوا نشوف رأيهم ونشوف يا ترى هم بيعملوا ايه دلوقتي بعد ما خلصوا عملهم، والناس اللي لسه شغالة يا ترى بتعمل ايه في وقت فراغها، ونشوف احساسهم ايه ورأيهم ايه في العالمين الجديدة ومهرجان العالمين الجديدة في نسخته التانية. يلا بينا. الحمد لله ومبسوط جدا ان انا موجود هنا، ومبسوط جدا ان انا شجيت وتعبت ولقيت ان المنظر ده منظر جميل جدا لبلدي، وحابب اقول للناس كلها وبلدي كلها ان تيجي وتشوف، لان احنا مش هنقدر نوصف كل الحدث اللي موجود هنا. كل حاجه موجوده وكل حاجه لجميع المواطنين، المتوسط والعالي والاقل من المتوسط، كل حاجه متوفره، ما فيش حاجه ناقصه جدا خالص. يعني احنا شغالين هنا من شهر تقريبا، تجهيزات في العمدان كلها والانوار كلها بتاعت المهرجان، يعني شغله الحمد لله، يعني الدنيا رايقه معانا والحمد لله. لا شايف حاجه مختلفه تماما، يعني البلد اتغيرت من مكان لمكان تاني، او شايف ان الشغل اللي انا اشتغلته بدا يظهر، او الانتاج اللي احنا انتجناه بدا يظهر حاليا. محسسني بفخر طبعا بمصر، ومحسسني بفخر بالمسؤولين القائمين على هذا العمل. الحمد لله استفدنا كفرصة عمل توفرت لنا العمل، يعني شغال هنا يعني بقالي فترة، يعني دخلت لي في حوالي 4 شهور دلوقتي شغال هنا، يعني شايف المنظر العام كويس جدا، يعني حاجة تشرف بلدنا وتشرف مصر برضه.